الثالث ممكن الثالث 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 لريال الثالث لريال مدريد وأريان روبن الليلة الليلة يسجل الهدف الأول أخيرا وبعد طول انتظار ريال مدريد ولاعبها الذي كلفه 49 مليون دولار يتمكن من تسجيل الهدف الأول وغوتي على تنفيذ الضربة الحرة المباشرة اللي تلعب في الجول ثاني للريال ثاني لريال مدريد الهدف الثاني روبن روبن يسجل الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد بمتابعة ومشاهدة ومراقبة مدافعي برشلونة بابتيستا والضربة الحرة لمصلحة ريال مدريد في سقوط أوه عادلها الريال عادلها الريال مباشرة لاحظ مرة أخرى الرأسية مباشرة من أريان روبن وبالتالي perfecto perfecto la ha visto perfectamente no ha querido intentar seguir con el balón, sabía que Robben estaba llegando por el otro lado y le ha puesto un balón que ha aprovechado además muy bien, ¿eh? Porque con ese bote el balón parecía que se le iba demasiado. Peligro al Madrid, la pega que bien, Robben, ¡gol del Madrid! Los dos que acababan de entrar, el centro de Higuaín y de primeras, la primera pelota que toca Arsène Robben que se va al banco, Ricardo. Se va al banco para abrazarse con Dudek para حاول وادي امامنا فرصه هدف خامس وادي الكره روبن والقسوه القسوه في هذه الليله في احتفاليه البلانكو هذه المره روبن هو من يسجل أريان روبن الدولي الهولندي فريق ريال مدريد النهارده يعني بالهولنديه بيتاتش يتحدث في هذه اللحظه وادي امامنا الكره الجميله روبن أرشاون стоит многие миллионы. Это стратегическое решение, а оно не может быть принято тренером временщиком. Да, ну и 2-0, кстати. Арьен Робен добился своего и забил очень красивый гол. Очень красивый гол. Ну, то, что в том числе и для этого мы включили телевизор. Паск Атлетик Бильбао. Альбара Асах. Энталака. Мамкен гол. Мамкен гол. Мамкен гол. 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 الهدف الأول للريال. الهدف الأول للريال روبن يتقدم ويحرز الهدف الشخصي السادس له ريال مدريد ريال مدريد يتقدم إذن بالهدف الأول يحتاج هو إلى هذا التقدم مع سيرجيو راموس روبن روبن عنده الكرة يتوغل تبقى عنده الكرة روبن 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 أوه 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 روبن يفعلها ويفتح مجال التسجيل للريال يا له من هدف يا له من لقطة يا له من هدف رائع 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 لروبن يتوغل ويراوغ ويسدد ثم يسجل ويفك العقدة روبن الهولندي يمنح الريال التفوق بعد 32 دقيقة لعب بكيفية رائعة جدا يسمح لهذا الجمهور لكي يتنفس روبن يفعلها ويفتح مجال التسجيل للريال 3 دقائق لعب ريال مدريد متفوق في مايوركا في اونو استالي على مايوركا الذي كان السباق الى خلق الفرصة الأولى للتهديف وأول هدف لروبن الذي يتألق ويؤكد تألقه في مباراة الأخيرة لفريق ريال مدريد ويفتح مجال الأخيرة يتوقع روبن لا وقت تبقى عنده روبن يواصل روبن أين روبن أين وقضي الأمر في ثواني أخيرة من روبن الذي يجسد ويؤكد هذا العودة هذه العودة القوية شوف شوف حتى ما فعله الآن روبن في ملامح وجهه يؤكد بأنه أوف انتهى الأمر أوف تمكنا من الفوز أوف تمكنا من القضاء على أوساسونا الذي كاد يقضي علينا وكاد يعقد أمورنا وكاد يخلق أوراقنا وكاد أن يزيد القرار. Y se va Robben, puede chutar Robben,
جول 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 ريال مدريد يبحث عن الثاني يبحث عن الثاني 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 اي نعم الثاني لريال مدريد الثاني ينهي الامور لريال